وفي الموسيقى شاب لبناني يبدع في خلط الأفرو طرب، طارق خيماني باحث في روحه عن شغف لا متناهي بالموسيقى. شي مرة تخيلتوا شو معقول تسمعوا إذا دمجتوا موسيقى الجاز بالمقامات الشرقية مع بعضن؟ شو رأيكم تستمعوا لموسيقى الملحن وعازف البيانو اللبناني العالمي طارق يمني اللي خاض هالتجربة؟ صحيح أنه الجاز نشأ بالولايات المتحدة بأواخر القرن 19 وبعدين انتشر بالعالم وتحول من منطقة لمنطقة ومن فنان لفنان، وهيك صار مع الموسيقى والمؤلف اللبناني العالمي طارق يمني اللي مثل غيره من المؤلفين العرب شرق الجاز ولكن على طريقته. ما كتير بعتبر حالي كلاسيكلي تريند، يعني أنا بلشت بأخذت صفوف كتير بسيطة كلاسيكيا، بس أنا معلم حالي بحالي يعني الجاز، وبما أني جاي من منطقة عربية حسيت بهذه الحاجة أني أحكي الجاز إذا بدك بلكنة عربية. بال 2017 أنا حبيت كتير غوص بتجربة الإيقاعات الخليجية، وهي كانت فكرة صديقي وكمان ميوزيكال كولابوريتر خالد ياسين اللي هو بيلعب إيقاع ودرامز وبنلعب سوا، إنه نعمل شيء مع الإيقاعات الخليجية لأنه الإيقاعات كتير مميزة. فكان البروجكت اللي هو اسمه بنينسولر كان عبارة عن خلط الإيقاعات الخليجية بجاز الترديشنال جاز تريو. يعني أنا بسميها أفرو طرب، يعني إذا بدك أفريكانيزيشن أوف طرب. وهلأ مفوكس أكتر على المقامات، فالبروجكت الجديد حيكون أكتر له علاقة بالربع الصوت والمقامات العربية. يمني مثل كتار غيره خلق بموسيقته جسور بين الشرق والغرب، وهيك برهنت الموسيقى مرة جديدة عن عالميتها وعن قدرتها لتوحيد الحضارات.